السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، الأمارات، الشربطات، القطاقيت، الكتاكيت، البطاطيت، عاملين ايه يا روح قلبي؟ نصرة يا كتاكيت، نصرة يا بطاطيت، نصرة. طبعا حبايب قلبي النهاردة ايه بقى؟ طبعا انا كنت بايتة الاسبوع اللي فات عند ام ادم، ورحت روحت من عندها يوم ال ايه رحت من عندها يوم الجمعة بالليل عشان اتكل على الله اروح السبت، اروح يوم السبت الشغل. وطبعا كالعادة كنت نايمة على الكنبة، فقلت يا بنت ايه اروق الكنبة كده واروق الدنيا، الدنيا مش مكركبة لان طبعا انا ما بيتش في البيت، فمفيش حاجة اتوسخت ولا اتعملت، وترويق بسيط كده، وهطبق معاكم الغسوات الغسيل، واروق الأوضة بتاعت الكراكيب اللي فيها الكنبتين. وهقول لكم بقى ايه يا جماعة، الحمد لله والشكر لله ان انا اصلا ما روحتش الفرح. والله العظيم الواحد يحمد ربنا، الف حمد وشكر لك يا رب. على فكرة في الفرح حصلت كارثة، كارثة من الكوارث. المهم طبعا انا لما يعني مشيت من الشغل يوم الخميس اخر النهار، قلت يا بنت هو انت هتروحي على المنيب؟ هتروحي على بيتك وبعدين انت كده كده هتروحي تاني على بنتك؟ فقلت ده مشوار وتعب وهدى، خليني ايه من الشغل على ام ادم. وفعلا طلبت اوفر دي ولا كريم، لان طبعا المشوار مش قادره اقول لكم من 6 اكتوبر لهناك ايه هدى يعني. فالمهم قلت ايه اصون نفسي واصون صحتي واخد الايه العربيه دي، وخدت بعضي ورحت عند ام ادم. وطبعا وانا ماشيه سبت الحامل اللي انا بصور عليه، الحامل اللي هو دايما ملازمني في شغلي، هو حامل طبعا طويل كده. المهم ايه بقى، الاول مره اصور بالحامل الغبي العقيم ده اللي انا بصور بيه حاليا، ده كان عندي حامل اللي هو بتحط على الترابيزه، يا جماعه عارفينه، الناس اللي بتصور عارفينه، الحامل الصغير بتحط على الترابيزه ويتفرد مره واتنين وتلاته واربعه، البتاع ده ايه البتاع ينط مني، التليفون ينط من الحامل ويقع في الارض، كل شويه يقع في الارض، كنت بصراحه خايفه لا يتكسر. فالحمد لله والشكر لله، الحمد لله ما اتكسرش، بس ما قدرتش يعني دوبك يعني هو صورت الفيديو الصغير ده يعني كده اهو. المهم طبعا حبايب قلبي كتاكيتش قلبي تنشطوا يا ولاد مع نسرة، يا ولاد يا ولاد يا كتاكيتش يا بتاتيتش يا فتفيت السكر، يا حبايب قلبي يا روح قلبي، حبايب قلبي كتاكيت قلبي. طبعا انا زي ما انتوا شايفين كده بطبق الغسيل، وهروح احطه فين؟ في الدولاب بتاعي اللي هو المطبخ. طبعا انا لحد ربنا ما يفرجها ان شاء الله ويسهلها، واعمل باذنك يا رب في الاوضه اللي هي فيها كراكيب دي، اعمل ان شاء الله فيها سرير ودولاب عشان ام ادم باذن الله لما تبقى تيجي عندي هي وعيالها يبقى ايه نايمين براحتهم في الايه في الاوضه دي هي وعيالها. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي ايه، اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، الدنيا رايقه اهي عشان ما فيش ناس في بعض الناس تخش في التعليقات وتقولي يا نصر الشقه مكركبه. لا والله مش مكركبه خالص، الشقه زي الفل اهي، بس انا قلت اطبق شويه الغسيل تمام قبل ما اروح الشغل الصبح، الكلام ده الصبح، واخش اروق الاوضه على قد ما اقدر كده، اوضه الايه اوضه الكراكيب، انا مسميها اوضه الكراكيب لحد ربنا ما يفرجها تمام. المهم ايه اللي حصل بقى، اللي حصل ايه لما رحت عند لما رحتش قالوا لي الناس يعني من خواتي قالوا لي احمد ربنا ان انت اصلا ما رحتش، البتاع كان هيقع مني، ما بقول لكم عقيم بصراحه، حامل وحش جدا يعني. المهم قالوا لي الحمد لله انت ما رحتش ايه الفرح. ليه يا جماعه ايه اللي حصل؟ قالوا لك طبعا هم عندنا في البلد بيجيبوا ايه افراح الفلاحين، يعني بيجيبوا مثلا عجل كبير ويجيبوا طباخ وبتاع، وبيطبخوا بقى يوم الايه من يوم الخميس، اذا كان مثلا الفرح يعني بيبقى في يوم حنه، هنفترض مثلا حنه ايه يوم الخميس، يبقى والجمعه والدخله الجمعه، فبيعملوا بقى عشاء يا جماعه واكل ايه لليومين دول، وبيجيبوا طباخين بقى وبتبقى هيصه. وبصراحه اخويا يعني ربنا يديه الصحه بيكلف الاكل يعني، صراحه يعني ربنا موسع عليه وما بيكلف، وبيقول ده ابنه يعني محدش هيستخسر في عياله. طبعا ده اول واد يتجوز، المره اللي فاتت احنا رحنا الفرح كان فرح بنته، المره دي كان فرح مين؟ فرح ابنه اللي انا ايه الحمد لله ما روحتش. المهم هخش بقى لقطه الكراكيب يا جماعه وهنروقها. طبعا معلش انا بعتذر مش عارفه الهزهزه دي، حطيت اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي الحامل على التليفون على السلم
لان كل شويه بيقع، ربنا يستر بقى وما يقعش يا رب، استرها. المهم حطيت ال حطيت ايه يا ناصر، حطيت ايه. المهم اللي حصل يوم الفرح وكده، طبعا كل اللي بيجي بينقط نقط، طبعا محدش عارف النقطة، يعني بيدي فلوس لأم العروسة أو أبو العريس كده يعني. فالناس بقت تاكل وبعد عنك وتجري على الحمامات، الناس تاكل وتجري على الحمام، لا لا الأكل مسمم ولا أكل في سم ولا في ايه بالظبط، الناس تاكل وتجري تجري. اه والله أخويا حتى ليا أخ يعني طيب كده واكبر برضو مني بسنتين ثلاثة كده، كلنا تقريبا في سن بعض، فرق بيننا سنتين ثلاثة، امي زلطتنا كلنا كده ورا بعض. بيقول لك برضو اخويا ده كان ايه برضو مش عارف يروح فين، مش لاقي حتة. نفترض مثلا البيت كله في حمامين في حمامين، فمحدش لاقي يا جماعة، يعني محدش يا جماعة عارف يعني يروح فين الناس. يعني في حد قال لي من اخواتي او من حد من قرايبنا يعني من البلد، قال لي ده في واحد كان جايب عياله، هو وعياله كانوا بقوا يجروا يدوروا على الحمام ولا يدوروا في اي حته يصرفوا نفسهم. فطبعا يعني واحد طبعا بيحمد ربنا، يعني سبحان الله والله العظيم، يعني نعمه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ان فلما رحتش لان كنت اتمرمطت، كنت اروح فين انا، اروح فين يعني تخيلوا فرح يا جماعه، فرح والناس بتجري. فطبعا الأغلبية أنا سمعت من ثلاثة أو من اتنين إن كانت في كارثة، كان كل اللي بياكل بيجري. طبعا يعني طبعا الأكل يعني ما كانش بايظ، كان بيقول الأكل طعمه حلو بس الناس ليه بتجري على الحمام. أنا برجح إن الأكل كان ممكن يكون فيه كمية دهون زيادة، فالمش اللي معدته مش واخدة، فما كانش يعني بيستحمل، واللي معدته ها يعني بصحة كويسة يمسك نفسه. فطبعا والله العظيم أنا كنت أعمل إيه، حتى أختي يعني أختي دي لو كانت راحت كانت عملت إيه، خاصة إن أختي دي بسم الله ما شاء الله يعني وزنها يعني هي زيادة عني حوالي 10 كيلو يعني، وأكبر مني. يعني كنا نروح فين بجد، يعني صعب علينا بصراحة. يعني تخيلوا فرح وناس كتير، فنتخيل مثلا بيت اخويا 3 ادوار كل شقه فيها حمام، فالناس هتروح فين يعني. فالموضوع كان صعب بصراحه. فطبعا حمدت ربنا ان انا ما روحتش، بس كانت صدمه بقى لما اخويا قال ايه. اخويا بقى كان وجهه نظره يعني مش حلوه طبعا. بيقول اصل احنا يعني الناس بصلنا، احنا محسودين. اي حد والله بيحصل له اي حاجه يقولك اتحسدنا، اي حد بيقول لك يعني بيحصل له اي حاجه يقولك انا احنا اتحسدنا. فالله اعلم ورسوله يعني. انا طبعا ما اعرفش لا رحت ولا كلت ولا عملت، ما يعني ما اعرفش. بس انا لما رحت الفرح اللي قبله طبعا كان الاكل زي الفل، مفيش اي حاجه وكده، وجاب طباخين يعني نضاف نمره واحد، مش اي كلام يعني، مش طباخ سكند هاند، جاب ناس كويسين يعني، طباخين افراح وكويسين. لكن هو ده اللي حصل. فتخيلوا بقى لو انا كنت اتعكيت العكة السودة دي كنت عملت ايه، اكيد يعني كان يعني موضوع صعب يعني، فاهمين. بس فالحمد لله على اللي يجيبه ربنا. ويعني زي ما انتوا شايفين كده الأوضة يعني مش عارفة والله. طبعا الكنبتين دولت مستنية كده، بيقولوا ان في حد ممكن يكون نجار كويس بيعمل دواليب ولا حاجات ولا محتاجات، ممكن ياخد الكنبتين دولت وادفع الفرق، والفرق هيبقى كبير جدا يعني. واعمل ان شاء الله بإذن الله دولاب وسرير وان شاء الله خير. لكن هو الموضوع برضو موضوع الوقت، مفيش وقت والله، الواحد عمال يجري. رغم ان في ست او في حد او اتنين قالوا لي في التعليقات، قالوا لي يا نصرة اعمليها ركنة. لا ركنة انا مش محتاجة ركنة، انا عندي الانتريه هعمل ركنة علي، ما انا ما بقعدش فيه. فاي اي اي حد يا جماعة عايز يعمل حاجة يشوف الحاجة اللي ناقصاه او الحاجة اللي هو نفسه ان هو يعملها ويعملها. لكن ما ينفعش هعملها ركنة ليه، اذا كانوا ما بتقعدش عليهم كده، لما نعملهم ركنة هيتقعد عليهم. لا، فانا فعلا باذن الله كده باذنك يا رب
شاء الله كده ربنا كريم، يبقى فيه وقت ويبقى فيه رزق كده وفير بإذن الله، ونعمل ال الايه ونعمل بقى حتة دولاب وسرير. بس هو ده اللي لازمني بصراحة يعني، لكن لازمني الدولاب عشان احط فيه الهدوم، ده مهم جدا. والسرير اجيب سرير كبير شوية عن الأوضة التانية، بحس ان ام ادم ما تتزنقش، لان يعني لما بتيجي بتنام على السرير ده يا وعيالها، يعني عايزة اقول لكم السرير صعب جدا، صغير يعني، بيبقوا صعب الموضوع صعب، فكده يبقى افضل. وفي نفس الوقت الدولاب يلم الكرشوات الهلاهيل دول، والحمد لله. شكرا حبايب قلبي، ربنا ما يحرمني منكم من دعواتكم الكريمه، ربنا يساعدكم ويستركم. والنبي يا اولاد، لما انسى ساعات بنسى اقول لكم شيروا الفيديو حبايب قلبي، بشيروا الفيديوهات بتاعتي عشان بس ربنا والله يا ربي يعني يكرمنا من القناه دي. والله العظيم بقالي شهرين وحياه ربنا 12 واحد، وده احنا تقريبا في 2 اهو، والله ما خدت تعريفه من القناه. فادعوا لي كده ان ربنا يكرمني، وادعوا لام ادم يا اولاد، ادعوا له حبايب قلبي ان ربنا يكرمها من القناه، عشان هي لما كنت عندها المره فاتت قالت لي كلام مش حلو خالص. وانا الصراحه طبعا الفيديو مش هيكفي ان انا اقول لكم، طبعا قلت لها ربنا يسهل وما اعرفش ايه وما تقلقيش والكلام ده، بس عايزه اقول لكم على مفاجاه كده عند ام ادم في القناه، اكيد مش مفاجاه ساره يعني، مفاجاه سيئه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.